مؤسسة جوسيب يبان في الأول اسمها إنها أجنبي، لكن هي اختصار لبعض الكلمات جوي أوف فلان الفلاني، وهي المؤسسة المصرية فكرتها اتبنت على تقديم الرعاية التلطيفية للمرضى في أيامهم الأخيرة. احنا مبدئيا الحالة بتتحول لنا من المستشفى التقرير الطبي، بيقول إن الحالة يعني دور العلاج ليها انتهى وما فيش حاجة طبية نقدر نعملها للحالة. هنا بيبدأ دور المؤسسة. احنا فكرتنا مختلفة، مش اي حد ممكن يفهم احنا بنحاول نعمل ايه، فالشخص اللي بيقتنع قوي بالفكرة وفعلا بيتبرع بيبقى مختلف يعني بجد. تمويل المؤسسة تماما مصري، من اعضاء مؤسسين المؤسسة ومن افراد مهتمين بكرامة المريض في ايامه الاخيرة وبعض الشركات المصرية الاصيلة. المتطوعين بيبقى ليهم وظائف مختلفة وأدوار مختلفة. مبدئياً أول ما بناخد الكونتاكتس والوسيلة الاتصال بالحالة بنكلمهم، والمستشفى المفروض تبقى معرفاهم وبديهم فكرة عن المؤسسة، وبنبتدي نكلمهم ونقول لهم إن إحنا عايزين نزورهم. بتصادف دايماً لجولي يوم ثلاث الميعاد بتاعهم، أنا باخد الجلسة يوم الاثنين، انا ببقى مروحه تعبانه فعلا، فبستنى زيارتهم، وهم هم داخلين فعلا بيشوفوني وانا تعبانه، انا معاهم بنسى المرض خالص، بنسى ان انا تعبانه.